تحميدات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه ويلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده. حنا وصلنا دابا المطار ديال مراكش، غادي نفق دابا الباجاج باش نرتاحوا، بعدا نحيدوا علينا هو الاول. جيسبر تكونوا كتسمعوني عاد شي ندرو البنات دخل داخل غنكملوا معاكم. مشينا تفينا الباجاج ديالنا دابا، خدينا لي بيي ديالنا ونمشيو ندخلوا للجهه اخرى باش نتريحوا شويه. شي حد سفيان ولا كيعنقني كنقول عندك شعر ولا يلاه كيحط يده مسكين. تقيت بكي عليا عندك كيدير لي شعرك بحال كيولي مبان. ما كاينش شي حد يكون مسافر وما كيتريحش مع راسو ضروري الدخله الداخليه. تهلاو حاول الداخلية غادي خارجية. شوف انا كي غادي باش ناخذ راحتي مع الصهد. مراكش عرفتو طيبة او مراكش وقال وبعيد تمشي المرحلة. شوف ديما تهلاو تهلاو لا فامي. تحيه كبيره الناس ديال مراكش حتى واحد تلاقينا به هناك عرفنا خدامين هنايا. بيغ اب ليكم ليكم كاملين. ها هو عندكم الصهد صافي كتصهد صافي انفانزنا باغي نطلعو دابا. شحال باقينا دابا؟ دابا باقينا تقريبا نص ساعه باقينا تسافر من بعد نقول لكم التفاصيل. ياسمين كانت تحت الاعتقال. فامي يلا طلعنا شوف حدا الباب حدا صوفي سيكي بغيتك صوفي سيكي بسم الله كيف ماتوا هذا راه كيف ماتوا شحال ان شاء الله. حنا باغيين نسافروا المقام سير ويجي ويجي راكم عارفين دابا عندنا شي بلاصه شكون كتسمعوا سنا يعني كانوا صغير كون صغير نشرح لكم بزاف ديال لي ديتاي. كاين شي خوف شدات شدات ناري تقابلات ناري everything you said they already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't gone off. فامي يلا جابونا الماكلة
دوماج ما كاينش الدجاج ياسمين خدا تليبات بحال انا خديت اللحم من قبل وانا كنبغي نهضر معاكم ولكن ما خفاش نهبط البافيت راكم عارفين المطار والدنيا مخلطه المهم حنا يلاه وصلنا كيف قلت لكم قبيله كيف قلت لكم قبيله هذا المطار هذا اول مره غادي نزلوا فيه هذا هو اكبر مطار في العالم المهم مطار كبير كبيرة تسمع عند الديوانة ديالهم دابا خصنا نمشيو ناخذ الباكاج وهانتوما معانا لافام يحاولوا ما امكن نتصرفوش في المطار فريمون نيطو فريمون طايحين ديال بصح نورمالمون برا كيصرفوا شنو في دي فيديو ريسونت كيصرفوا ب 9 والصرف علينا 10 علينا 10 علينا 10 وهنايا في المطار كيصرفوا لنا ب 8 8 لاصقه ماشي زعما 8 وشي 8 لاصقه دونك ايفيتو تصرفوا ماشي ايفي ضروري خاصك تصرفوا باش تركبوا باش تاكلوا باش تاخذوا لابيس على ود التليفون ماشي صرفنا 50 اورو ماشي خدنا والسلام بما وصلنا وخرج بونس كاع وش ما حاش قدنا حاجه هما حاجه واحده اللي عندهم هنا غاليه هي التليفون باش ناخذوا نمرة على ولا كيديروا لابونمون هما كيديروا لابونمون دونك النمرة كتكون غالية باش كتاخذها كتقيلة عندك وداك الشيء كتخدم بها على ود الكونيكسيون في الاول كتخلص واقيلا الا ما كنتعقل في الاعوام الاولين كنا خلصنا شي 300 ليره ولا 350 وبرا كتكون رخص ولكن مضطر اننا ناخذوها كاخت هنايا حيت خصنا نديرو كونيكسيون باش نعرفو منين نمشي ومنين نجي فوالا انا قلت لك كيلو اللي كيديك وصافي وهذا ما كان ويا سوي كان المهم ما عقلتش واش قلنا لكم حنايا فين شو كان حيت طلعتي ليا ما عقلتش واش قلنا لكم حنايا فين ولا ما قلناش لكم ما حنايا في تركيا هادي ويلي 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 عرفتي شكون قلت لها قول لهم واش عرفونا فين واللي عرف فين يقول لي في كومونتير راه ملي بدا الفيديو انا كنقول له واش عرفتوا حنايا فين هادو يخشي الدار شي نهار راسنا غيدوزو الفيديو غيقول لي انت فين يا ودي حنايا جينا تركيا هادي هي ثالث مره غادي نجيو ليها ولكن هاد المطار هذا اول مره غادي ننزلو فيه حتى هذا مطار جديد ديالهم قبل نزلنا صراحه هاد المرات بجوج الاولين نزلنا في صبيحه والناس اللي كيعرفوا راه كيعرفوا صراحه مطار زوين ولكن باقي جديد بزاف الحوايج باقي ما حالينش بزاف الحوايج ديال الماكله باقي ما دايرينهمش فيه المهم والناس اللي غادي يسولوا على ود السفر ما كايناش سياحه ما يمكنش تخرج من بلاد سياحه سواء كتخرجوا خدمه ولا طبيب يعني هاد الجوج ما كتخرج عليهم ماشي كتمشي وكتقولوا لهم راه عندنا خدمه ولا عندنا طبيب لا خاصك ورقه كتبرهن من البلاد اللي انت باغي تمشي لها تركيا ولا فرنسا ولا فين ما كنتي غادي تمشي خاصك ورقه من ديك البلاد كتجيبيها ليهم كاشي وكلشي يا من عند طبيب يا من عند كلينيك يا من عند داك اللي غتمشي زعما عندك معاهم خدمه ولا شي حاجه كتجيبيها بالكاشي بكلشي ليها المهم هادشي كتفيو في العمالة وشوفوا كل واحد يمشي لشي عمالة حداه ويسولهم قول لهم اشنو غادي خصنا هما غيقولوا لكم الوراق اللي غادي تجمعوا بالنسبه لنا حنايا انا وسفيان نطلبوا لنا تعقد الزواج تاعنا المهم انا قلت لكم غير اون كو شنو هو السبب اللي كتقدروا انكم تخرجوا من البلاد و يصبركم فتكم اهم حاجه هي انكم سيروا او بي سي ار تاعي ضروري خصكم تزدموا اهم حاجه هي سيروا لشي عماله حداكم ماشي عمل حدا العماله اللي نتوما تابعين ليها حيت العماله اللي كنكونوا حنا تابعين لها مثلا ساكنه فشي بلاصه كتكون بعيده على البلاصه نتوما ساكنين فيها دونك سيروا العماله اللي نتوما تابعين ليها وسولوهم هما غيقولوا لكم لي ديتاي كاملين وداكشي اللي غادي ما كتبش لينا نمشيو لبالي وكوالالمبور كنا غادي نمشيو في شهر 3 كنتمنوا من الله في هذا الشهر 3 ان شاء الله اللي جاي لقينا في الحياه ولا كتب لنا الله شي عمر طويل تقدر تحبس الموسيقى انت فين نستوري الا كتب لنا الله شي عمير شي عمير نشوفوا هذا الشهر 3 ياك سفيان نعم زين تهم الا كتب لنا الله شي عمر جديد يطولنا الله في العمر شهر 3 نشوفوا الا تحلوا داك الشيء مشوا ها ها اش قلت غمز مالك عاد عاد حظك لا
حباك والله الا كنا باغيين نمشيو دابا قلتها سفيان قلت لي شوفي واش الفيليبين حال الا كانت حال الفيليبين نمشيو نضربو فيها شي سيمانه زعما قال لي لا راه عندهم لك بزاف وفجاه كيسدو داكشي دونك ما يمكنش وشهر 3 بصراحه كيكون الجو زوين في لاسي دونك نشوفو الا كان داكشي مطلوب الا كان كيفاش نديرو نمشيو لاسي في شهر 3 حيت الشبالي تا هما باقيين مخربقين بزاف كورونا باقا مشقلبه عندهم الدنيا هو هنا غادي نبركو 20 يوم كنا 20 يوم عمرنا بركناها ديما كنا كنبركو 10 ايام 10 ايام قوم تشوفوا حد نوتيفيكاسيون ما دايرش نوتيفيكاسيون يديروا نوتيفيكاسيون اكتبوا نوتيفيكاسيون في الجرس باش يوصلكم نوتيفيكاسيون ديال الفيديوهات ديالنا وان شاء الله غادي نخدموا على الفيديوهات مزيان سينيماتيك مهم غيكون التصوير زوين وكل شيء زوين وهذا ما كان يس ويكاند يس ويكاند البيتات ندير لكم عينيه مبوقين جاب الله ضربتني فايقه بعدا مع خمسه دخلنا الصباح للوطيل دخلنا كاو ماشي كاو شي حاجه اكثر من كاو نعسنا من ديك الساعه حتى الخمسه ما كون ما ضربتنيش شحال عامر جينا دابا التقسيم شارع الاستقلال باش نصرفوا الفلوس وباش شوفوا شحال عامر دابا باش نصرف هاد الشارع كيسميو شارع المليون حيت ما كيخواش وغادي نصرفو ممكن دوز في مليون واحد في النهار نصرفو ناكلو انا مشهيه هاد البطاطا غنوريها لكم الا رجعتو للفلوقات لا ولي ندير فاش يلاه بديت كنت جيت ديك الساعه تركيا و كنت كناكلها كنت كنصورها كنقول لكم راه كتعجبني دابا غادي ناكلها سفيان ما عرفش غادي ياكل ماشي مشكل سفيان المهم هو الناكلة ياك سفيان كيف كل شيء صافي سفيان خاصو سبرديلة حيت السبرديلة اللي جايب معاه ضبروه انت ما عرفو راسهم بغاو يتبدلو عرفو جايين خاصو ياخذهم وسبحان الله تكأسا صغارو عليه فجأة هو في هاد لاج ورجلو كبرات صبعو خرجو خرجو الشواري ليرة دايرة 99 عمرنا جينا لقيناها دايرة بحال هكا كنا لقيناها دايرة 7 7 الماكسيموم يدي من بعد لقيناها دايرة 6 حياتي انا ماما فاش كانت جات كانت وقيلا لقاتها دايرة جوج مع ثلاثة اخوالي كانوا بقاو دايرة 4 شتي باش تكون دايرة الثمن 99 بليس هما بلادهم وات؟ لا لا وي ار بلوجر يوتيوب شوفي واش تلقاها هاي توحشنا هاد الاجواء مزيزيكا ولعيبات وغادي كتدور شوف غنمشيو دابا ناكلو وغنمشيو لواحد ماشي سوبر مارشي فيه غير داك لي برودوي سميتو غراتيس عندهم داك الشيء رخيص حيت خصني شامبوان باش ندوش راكم عارفين لي شامبوان ديال لي زوتيل ما تيكونوش زوينين كيكونوا كلشي صوف شامبوان اي حاجه تقدر تستعملوها فيه الا شعركم دوشنا غير الحمه و الرخا الله اخوتي الرخا الرخا الله هنايا و بغينا ناخذ شامبوان بغينا ناخذ لي ديودورون داكشي بغينا ندوش المهم باش ندوزو حيت تبارك المده فريمون طويله دابا ياسمين دبرت لنا على اوتيل زوين ما غاتسكتش ما غاتسكتش كنقول ليه انا عندي حاسه السادسه غير السابعه قنبوله ما فين نروح كنقول ليه اقسم بالله وفعلا والله الا اي حاجه كنقول ليه لا اجي نديرو هادي ولا هادي كتصدق استنى ما تصرفش انا صرف انا كتصدق كيبقى يقول لي بصح عندك الحق بصح عندك الحق ما تسكتش دبرتنا على اوتيل بطاطا بطاطا خوتي بطاطاكس ميرو لا شات وات واش عندك انجلش انجلش برو هلو هاد القنت هذا ياسمين بقات كدور عليه كدور عليه تيجي لنا ليه من العام الاول غادي نكون جوني 2020
Yes. تبارك الله على الخوت درت ليجي حيت كان غير حلاوه ما كلا اصلا ما كناش هاد الحلاوه انت حلو باقي عايش معايا كنا في المطار تعبت ما طحتش مني حتى غرام اصلا كنت كنكون مسافر كنكون مسافر في القلب كامبي واش هذيك باش البريه باش كتشد الكاميرا ولا نفرطها غلطه كنا غاديين وانا نقول ليه شوف راه الطريق ديال غلطه قال لي لا لا غلطه جات طلعه هذاك لا لا قال لي لا غلطه جات طلعه مشي بهبطه ولا كذبت طلع حنا كنا هابطينها قلت لي يلا زيد شوف حنا نخرجوا فيها كنية في اللي كتكون واعرة صراحة حيت كيكون شاعل فيها الضوء حارقتنا ما نصورو هانتوما شوفوا انا كنقلب ليه لونغل تبان يبان رؤيه زوينه شوف شكونوا عارفين هذا اللوغ هذا فيه غير السفر فيه غير السفر وفيه منين جينا هنايا وفيه واحد شويه زعما على تقسيم فوالا شرحت ولكن نخدموا عليه زوين غدا ان شاء الله غيكونوا فلوغاتنا غاديين المهم هنا قدام يكونوا فلوغاتنا غاديين دابا غادي نمشيو باش نتعشاو ونسرحوا رجلاتنا شويه وندخلوا يتمونطا الفيديو دوشو باش غدا حيت عارفين ديك العشيه ديال العيد غدا نفيقوا اون فورم وعيدكم مبروك بعدا ان شاء الله وعيدكم مبروك باش غدا تشوفوا هذا الفيديو وعيدكم مبروك وعيد لافامي كامله اللي كيتفرجوا فينا كل عام وانتم بألف خير وبهذا هادي غريشيريس بهذا غيكون الفيديو ديالنا ساله نتمنوا يكون عجبكم وما تنساوش الناس اللي ما دايرينش ابوني ديروا ابوني والناس اللي ما مشغلينش الجرس يشغلوا الجرس كنبغيكم بزاف باي باي